حرف. اي حرف؟ اجيب اجيب. الف الف اسم. ها؟ الف اسم. يلا. اسامه. ما سالت. انت ترى تفضح الموضوع انت. يلا. حرف الالف جماد. انبوبه. انبوبه يا سلام عليك. انبوبه هذه اللي زيت التحليل. الله اكبر عليك. لا ما انبوبه. الا انبوبه. انبوبه. هاشتاج يا اخي. ايش الهاشتاج؟ انبوبه. انبوبه تعرف الانبوبه؟ حتى انا ما اعرفها والله. بس انا شيء اي خلاص عرفت. لا لحظه هذا الحين هذه تشيلها لما تفضل غاز. ايش يسمونها؟ اسطوانه. اسطوانه. ها اذا ما حرف الالف ليه ما قال اسطوانه؟ انبوبه نفسها والله نفسها. ايش فيك؟ ادخل على الهاشتاج تشوف. شوف بين هاشتاج والله نفسها. الاسطوانه في مصر يقول كريم. ما اعرف انبوبه على راسي. والله انا كنت سنه على راسي. انا اقول هاشتاج. والله كنت في مصر هناك سنه يا جماعه. ما معك والله هم ضد اثنين. يا جماعه انا كنت في مصر سنه. والله اسمع جيراننا يا حمجي قبل انبوبه معاك زي كذا. حتى حمدي اسمه حمجي. حمجي هذه ابره تقول. ها طيب يعني تقصد انبوبه. تقول هنا تقول لبنى أطالب من هذا المنبر إعادة تدريس ياسر بالجغرافيا وأنا تكفل. الله أكبر ظهر الحق. هذا الكلام الصح. هذا كلام منطقي. ليش هذا قال خيبر؟ بالله تكفل لف على المصور. هو اللي قال خيبر. هو اللي قال هنا قال خيبر. أنا ما يدخل. أنا قاعد أقول قاعد أستنكر أقول خيبر من جدك خيبر أنت. طيب ما يدخل. أنا اللي أهنكت يوم قال خيبر. طيب أنبوبة نفسه. طيب يا سلام. لا هنا الله. بالله جيبوا لنا لقطه على عبد الرحمن. اي عبد الرحمن لا مسكين. ولا والله خلص ستر على موسى ستر. ليش تقول خيبر؟ بالله ايش خيبر؟ شو كيف انك في خيبر مصر. اصمل ما عليك اصمل عادي. والله يقول لي خيبر. هذه الثقه. ها هذه الثقه. لا ما يدري. هذه عثرات النجاح يا ابو داحم. عثرات النجاح. انت ناجح اسلم. معليش عبد يا كريم. شوف مصورك ايش قاعد يقول لي خيبر. طيب خيبر إجابة صحيحة. يقولون عبد الرحمن. جبت خيبر منين عبد الرحمن؟ ده أذكى واحد للعلم في الفريق بتاعي. ده العلم ده أحسن واحد عندي. ده هذا أحسن واحد عندك قال خيبر. والله دقيقة يمكن خيبر صح. أيوة صح والله بحق. أنا ثقة في المصور بتاعي. يقول خيبر محافظة تابعة للمدينة. يا جماعة إذا كلام إذا كلام المصور صحيح. والله مطالب. والله بسم الله عليك من ياسر عباس وجيب كيك وهدية. بس صبر صبر ليش ما صملت؟ طيب يوم نقل الكاميرا عليك شفتك كذا سكت عليك الكاميرا. خلاص اصمل. انا اكدت والله. والله يشوف انا من وجهه نظري انه اجابته صحيحه. لكن ايش عشان اوضح يا جماعه. معليش ليه الحق اتكلم يا جماعه. انا اطالب والضيف اطالب اعتذار من ياسر عباس للاستاذ عبد الرحمن ويجيب اهل خيبر كله ويجيب اهل خيبر على راسنا الفريق كامل. نعم الخليج كامل وبالذات ايش الخليج. ايش الخليج؟ ما ادري ايش سيب الخليج. ايش الخليج؟ الفريق واضح. الله عليك الرجال ما شاء الله. نبغى طرطه كيكة وهدية لعبد الرحمن. نعم خلصت. جبنا كيكة. خلصت. جبنا كيكة. خلصت. ايوه خلصنا. ايش جاوبت انت؟ وشو خبر؟ خبر. ليش ما اعتمدت اجابته؟ معليش انا ابغى خبر. انت تبغى خبر بس ما خط بعدين هي ترى مو انا قلت مدينة. لو سمحتوا عشان بس اوضح انا قلت حبيبي. مدينة هي محافظة. حبيبي جبنا كيكة ان شاء الله حلو المخرج وتجيب لنا هدية للرجل. طيب هي محافظة وليست مدينة. طيب يلا اخر واحدة وبعدين نروح فاصل. وش جاب الخليج؟ سام خليج الشعب الخليج. ما ادري عنك انت معكوس للبيزنس شو وضعك. طيب بحرف الشين. لا مو بشين. بحرف الضاء. حيوان. ضبع. ايش طالع له فيه؟ ضبع يقول لك تكفى. عيد الشين يا اخي مشخصنه. اي شمندر. ها ايش تكفى يطالع فيه يقول ضبع. قال ضبع. اي فرحان يقول لك ضبع. قال ضبعه. تحبني؟ قال طبعا. ما ادري بعد لا في قواجك. لا خلنا في نفسك. يلا اخر واحدة. طيب بحرف الراء جماد. راس. راس جماد. اي راس جماد. واضح انه يبغى يفوز. لا يا حبيبي راس جماد. الا صدق. الا دقيقه الحين لو اقص راسك وخليه معلقه هنا بتتكلم. لا يا حبيبي تتحرك. لا يا حبيبي صدق. ها الا جماد. لا ما صدق. الراس جماد. لا معي مو جماد. الراس احد اعضاء الانسان. لا جماد. ما يحرك راسك الا عقلك. وعقلك ايش؟ وانت عمرك شفت بلوكة فيها عقل؟ اسمع الراس جماد. ايه الراس جماد. كل شيء لا يا حبيبي. كل شيء غير راس. راس جماد. لا يا حبيبي. كل شيء غير راس. حبيبي اغير السؤال. رمح. بس غير السؤال. غير السؤال بس. طيب رمح. رمح لا يا حبيبي. لا غير السؤال. لا غير السؤال. لا يا حبيبي. لا معلش. لا عندي اجابتين الحين. عبد الله عرفج انا بالهواء. ايش هذا؟ معلش خل عرفج ما عرفج. الله يخلي لك والامه والابوه. طول بمك. غير لي يا حبيبي. ايش اقول؟ غير الحرف غير السؤال. راس وين عايش؟ يلا اخر حاجة يلا. ايه بحرف الميم نبات. مطامط. ها ملوخيه.
ملوخية. والله اني اذا قدني ابغى اجاوب ما طالع في وجهه. ملوخية. قم قم ملوخية يا اخي وجهه. لا يا حبيبي تلخبط اقسم بالله. انا فايز. ايش؟ انا فايز. بشرني حسب اللي يفوز اليوم. اي صح. معلش معلش مشي ومشي. طيب. القمر القمر ما يطلع اذا ما طلع القمر. احنا كنا ناويين وش بقول لكم؟ اسمع جمهورنا الكريم. احنا كنا ناويين. خليه يطالع هناك بالله اذا قدني. بالله رحنا كلتفت لان وجهك يجيب اللخبطه صدق. والله صدق. اعطيه فلاش عليه. يجيب لونك.